السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم حضرت لكم هذه الحلوه هذه بدون قوالب، هذوك القوالب الصغار. كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق، صدقوني كتجي مقرمشه من برا ومعلكه من الداخل، وكتجي لذيذه بزاف. اهم حاجه انها كتجي لذيذه، ما كنشبعوش منها. كما كتشوفوا كتجي مقرمشه من برا ومعلكه من الداخل، وكتجي خفيفه بزاف، والمنظر ديالها زوين بزاف، والمذاق ديالها زوين بزاف. فقط نتبعوا الطريقه والمقادير، اهم حاجه المقادير والطريقه. ندوزوا للطريقه والمقادير. هنا نحتاجوا الزبده تكون في حراره المطبخ، عندي 250 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده ممتازه. نحتاج كاس ديال سكر كلاصي، تقريبا 100 غرام ديال سكر كلاصي. نحتاج نص كاس ديال الزيت، زيت نباتية. وغنحتاج بيضة واحدة في حرارة المطبخ، وقرصة الملح، وفاني، والطحين يبقى على حساب الخليط. كما كتشوفوا ما فيهاش الخميرات الحلويات. كنقبضوا الزبدة، يعني من الأحسن تكون زبدة ممتازة باش هكا يجيكم هذوك لي طارت المذاق ديالهم يكون لذيذ. الزبدة كما كتشوفوا معايا في حرارة المطبخ، يعني إلا كانت زبدة من الثلاجة من الأحسن تخليوها تطلق شوية تخدموا بها. كنزيد ديك قرصة الملح، ونزيد كاس ديال السكر كلاصي تقريبا 100 غرام اللي بغى يوزن، وغنخلط جيدا مع الزبدة. كتكون في حرارة المطبخ ما كتعذبناش، وكنخلط حتى كيذوب ليا هذاك السكر كلاصي. ضروري ما تذوب، ضروري سكر كلاصي حتى ما يبقاش يبان لكم نهائيا. تترجع لكم الزبده على هذا الشكل، هذا كي تكون الزبده مخرجينها قبل من الثلاجه هكا ما كتعذبناش. كنخلط جيدا، ومن بعد كنضيف الزيت والبيض. من بعد ما خلط جيدا ضفت لك نص كاس ديال الزيت، ومن بعد غنضيف البيضه، من الاحسن تكون بيضه كبيره وتكون في حراره المطبخ. غنخلط جيدا حتى البيض ما يبقاش يبان لي، كيرجع ليا الخليط، يعني تخلطوا دوك العناصر مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد نتلاقاو باش نزيدوا الطحين. هنا بعد ما خلط جيدا العناصر، غنضيف الطحين على حساب كميه الخليط. تقريبا كياخذ لينا بين 600 حتى 700 غرام ديال الطحين. غنخلط جيدا، فقط ما ندلكوهاش، يعني كنجمعوا العجين على هذا الشكل هذا، ومن بعد نتلاقاو تكون العجينه بحال العجينه ديال الصابلي. كما كتشوفوا العجين معايا كنبقى نخلط، وانا كنزيد شويه شويه في الطحين، فقط كنجمعها ما كندلكهاش، فقط يعني على الشكل هذا كتكون العجينه بحال العجينه ديال الصابلي. يعني نخلطوها جيدا ما ندلكوهاش، وكنبقاو نزيدوا الطحين على حساب الخليط، ومن بعد كنديروها في بلاستيكه وكنحتفظوا بها في الثلاجه. من بعد ما تجمع ليا العجين يكون على هذا الشكل هذا، ما مرخوفاش بزاف وما قاسحاش.
غنقسم جوج ديال الكويرات وغنحتفظ بها في التلاجة وندوزو الحشوة. كما كتشوفوا معايا هنا الحشوه نحتاج قرصه د الملح، معلقه كبيره ديال الزبده من الاحسن تكون زبده ممتازه، معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش، عندي كاس ديال السكر كلاصي او 100 غرام، عندي اللوز 200 غرام يعني جوج كيسان من الاحسن يكون بالقشره ديالو وكنطحنوه، ونحتاج 4 ديال البيضات في حراره المطبخ وخميره ديال الحلويات. هادو هما العناصر اللي غنحتاجو. كما كتشوفوا معايا غنوضح عليك المعلقه ديال الزبده، من الاحسن تكون الزبده في حراره المطبخ، ضروري الزبده تكون مطلوقه ومن الاحسن تكون الزبده ممتازه باش يجيونا هكا هذوك الحلوات المذاق ديالهم زوين. كنضيف قرصه الملح وكاس ديال السكر كلاصي، غنخلط جيدا حتى يذوب ليا داك السكر كلاصي، ومن بعد كنضيف المربى. من بعد ما خلطت جيدا السكر كلاصي مع الزبده غنزيد هذيك المعلقه ديال الكوفيتير وندوز نخلط جيدا. من بعد ما خلطت لك العناصر مزيان غنضيف هذوك 4 البيضات، من الاحسن البيض يكون في حراره المطبخ باش هكا الزبده ما تجمعش لينا، ومن بعد كنبقى نخلط جيدا، ومن بعد كنضيف اللوز وخميرة الحلويات كنضيفوها للاخر. ما خلطت جيدا غنضيف هذوك جوج كيسان ديال اللوز، اللوز يعني ما محمرش فقط خضر وطحنته جيدا، غنخلط جيدا العناصر ومن بعد كنضيف الخميره الحلويات 7 غرام او 8 غرام. هنا من بعد ما خلطت جيدا ضفت الخميره الحلويات، اللوز اللي استعملت هو هذا فقط طحنته جيدا، من الاحسن يكون اللوز بالقشره ديالو باش كيعطيكم واحد المذاق اللي هو زوين. الخايط كيكون على هذا الشكل، تقدروا اللي عجبو المذاق ديال الكوك يزيد تضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكوك مع هذا الخليط هذا. فقط غنخلطو هكا على هذا الشكل هذا وغنغطيه بلاستيكه ونخليه يرتاح على جنب. عندي هذاك المول اللي غنستعمل فيه لي طارت، وغنجيب واحد القطاعه اللي تكون زايده عليه شي شويه، القطاعه يعني كبيره، غنستعمل القطاعه الثانيه باش يجيوني هكا لي طارت الحجم اللي يكون قد هذاك المول اللي عندي. فقط غنكبر جوج ورقات ديال سيلفي غيزي وكندير عليهم العجين وكنشبد العجين، ما تكونش عجين اللي هو رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف، هتشوفوا معايا في الصوره. كما كتشوفوا معايا العجين على هذا الشكل هذا، العجينه ما غليضاش بزاف وما رقيقاش بزاف، هذا السمك هذا اللي خصكم تحصلوا عليها كما كتشوفوا معايا. وغنقطع عادي يعني كما مولفين نقطعوا، يعني ضروري القطعه كي نقطعوا بها ما نحركوهاش، من الاحسن استعملوا هذا الشكل اللي مشنف باش يعطينا منظر اللي هو زوين هيك الحلوه ديالنا في الجناب. صافي كنقطع العجين على هذا الشكل هذا، يعني استعملوا بلاستيكه او ورق مطبخ هكا باش يساعدكم انكم تهزوا القطع ديال الصابلي ديالكم على هذا الشكل هذا. وكنبقى نوضع فهذوك الحفار ديال اللاطه اللي عندي، ولا ما كانش عندكم كان عندكم توفرين هذوك المولات الصغار الفرديين استعملوهم. انا غنقبض شي خشبه او شي ديال شي مهراس وكنحاول انني نضغط هكا بالجوانب
باش يعني تكون عندي يعني الطرف اللي هو دائري. فقط كندفعها هكا في الجناب كتهبط لينا بكل سهولة صافي. وكنقادوها في الجوانب كما قلت لكم، العجينة ما تكونش غليظة وما تكونش رقيقة، او فقط باليدين ديالكم يعني كتقادوها. هي راكي كطيب يعني واخا كيكون فيها شي تشقق او شي حاجه، كي كطيب مع الزبده كتذوب مع البيض يعني كتماسك مع بعضياتها. كنستمر على الطريقه هذه حتى كنكمل المول جيدا نملؤه، ومن بعد كندير ليه ثقب بفرشيطه او بشي عود. بدي ندير في الحشوه، يعني عمليه اللي هي سهله، تقدروا الا بغيتوا ديروهم شويه كبار تقدروا انكم ديروهم. فقط ندير لها كتقيبات يعني نتفاداو انها تنفخ ولا شي حاجه. الحشوه هي هذه، من بعد ما ارتاحت غنجيب فقط ملعقه صغيره كما كتشوفوا معايا، يعني ما كتاخذش لينا الحشوه كثيره نهائيا، فقط واحد المعلقه صغيره كنعمروها، ما نعمروهمش بزاف باش ما يفيضوش لينا ويعطيونا شكل اللي هو ماشي زوين. فقط يعني معلقه واحده راه كافي. غنستمر على الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي، ومن بعد ندوزو للتزيين. فقط هنا غنقبض اللوز ايفيلي وغنزينها. فقط ندير واحد ربعه ديال اللوز ايفيلي على الوجه، هكا كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين بزاف الحلوه ديالنا. ومن بعد كندخلوها الفران، كتاخذ لينا بين 25 دقيقه 30 دقيقه على عافيه، اللي هي بين 70 درجه، كل واحد عارف الفرن ديالو. غنستمر على الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كما كتشوفوا معايا، ومن بعد كنتلاقاو في الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا السمك كيكون على هذا الشكل هذا، ما تغلطوش العجينه نهائيا. فقط كنستمر على الطريقه هذه وكنكمل الكميه اللي عندي نفس الطريقه اللي درتها في الاول. هنا بعد ما خرجوا من الفران كما كتشوفوا راه ما كيلصقوا حتى شي حاجه، وكيجي اللون ديالهم زوين بزاف، وكيجيو مهويين من الداخل وخفاف، واحد اللذه زوينه بزاف، يعني كيستحقوا ان واحد يجربهم، كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوهم تردوا عليا في التعليق، ونخلي لكم الراحه. كما كتشوفوا راه كيجيو رائعين، ما كيلصقوا حتى شي حاجه. نتمنى انكم تجربوهم، في حقيقه كيستحقوا ان واحد انه يجربهم، لذاذ بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الصابلي اللي فيه شوكولا. يعني هذه الحلوه كتجي زوينه وفيها اللوز رائعه في المذاق ولا في المنظر. نتمنى يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. واللي عجبو المحتوى ديال القناه ديالي اشترك فيها، مرحبا والف مرحبا. ونشكر كاع الناس اللي اشتركوا في القناه ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. كما كتشوفوا راه كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق.